اهلا بكم في فيديو جديد من فيديوهات قناة عربيتي. في الفيديو بتاع النهاردة هنتكلم عن اكتر 5 عربيات مبيعا في فئة الـ SUV خلال شهر 5 2020. تصدرت سيارة رينو الرياضية متعددة الاستخدامات رينو داستر مبيعات الـ SUV لشهر مايو الماضي ب 427 سيارة. زودت رينو داستر بمحرك سعة 1600 سي سي بقوة 115 حصان مع عزم أقصى 156 نيوتن عند 4000 لفة في الدقيقة. يرتبط بناقل حركة أوتوماتيك من 6 سرعات. تتسارع داستر من الثبات ل 100 كيلو في 12 ثانية، وتستهلك في المتوسط 6.6 لتر لكل 100 كيلو، وتصل لسرعة قصوى 170 كيلو متر. رينو داستر تقدم ب3 فئات مختلف التجهيزات بسعر رسمي يبدأ من 302,000 جنيه، والفئة الثانية 318,000 جنيه، أما الفئة الثالثة الأعلى تجهيزا ب346,000 جنيه. احتلت السيارة الرياضية متعددة الاستخدامات هيونداي توسان المرتبة الثانية بين الأكثر مبيعا بقطاع الـ SUV خلال شهر مايو ب371 سيارة. تقدم هيونداي توسان في مصر ب7 فئات من التجهيزات بنوعين من المحركات. الأول 4 سلندر 1600 سي سي بقوة 130 حصان مع عزم أقصى 161 نيوتن متر عند 4850 لفة بالدقيقة، مرتبط بناقل حركة أوتوماتيك من 6 سرعات. المحرك الثاني سعة 1600 سي سي أيضا مزود بشاحن تربو بقوة 175 حصان عزم أقصى 265 نيوتن بين 1500 و4500 لفة بالدقيقة، مرتبط بناقل حركة أوتوماتيك من 7 سرعات. تتسارع هيونداي توسان التربو من الثبات حتى سرعة 100 في 9 ثواني. تستهلك في المتوسط 7.5 لتر لكل 100 كيلو، تصل لسرعة قصوى 200 كيلو متر في الساعة. توسان بسعر رسمي يبدأ من 405,000 جنيه، الفئة الثانية 435,000، الثالثة ب460,000، والرابعة ب490,000. أما فئات التربو تقدم بأسعار رسمية تبدأ من 460,000 للفئة الأولى، أما الفئة الثانية 515,000، والفئة الثالثة والأعلى بسعر 560,000 جنيه. كابتيفا أحدث السيارات المنضمة للسوق المصري من فئة SUV، تمكنت من استحواذها على المركز الثالث الأكثر مبيعا خلال مايو 2020. العربية باعت 349 سيارة. تقدم بمحرك 4 سلندر تربو سعة 1500 سي سي بقوة 148 حصان عزم 255 نيوتن متر بين 1600 و3600 لفة بالدقيقة، متصل بناقل حركة أوتوماتيك CVT. تستهلك كابتيفا في المتوسط 8.4 لتر لكل 100 كيلو. شيفروليه كابتيفا بسعر رسمي يبدأ من 320,000 جنيه، الفئة الثانية 345,000، الفئة الثالثة 365,000 جنيه لفئة ال5 مقاعد، أما الفئة الرابعة المزودة بال7 مقاعد تقدم بسعر رسمي 385,000 جنيه. احتلت سيارة متسوبيشي رياضية متعددة الاستخدامات إكليبس كروس المركز الرابع بين الأكثر مبيعا بفئة الـ SUV خلال مايو الماضي. العربية باعت 227 سيارة. متسوبيشي إكليبس كروس مزودة بمحرك تربو سعة 1500 سي سي بقوة 150 حصان مع 250 نيوتن متر لعزم الدوران الأقصى بداية من 2000 لفة بالدقيقة. السيارة تتسارع من الثبات لسرعة 100 خلال 9.3 ثانية. تستهلك في المتوسط 6.7 لتر من الوقود لكل 100 كيلو. تقدم السيارة بنظام الدفع الأمامي للعجلات، بينما تأتي النسخة الأعلى تجهيزا بنظام الدفع الكلي. أسعار متسوبيشي إكليبس كروس تبدأ من 380,000 جنيه، الفئة الثانية ب 400,000 جنيه، الثالثة تقدم بسعر رسمي 425,000 جنيه، والفئة الرابعة 460,000 جنيه، الخامسة والأعلى تجهيزا ب 510,000 جنيه. المركز الخامس لفئة الأكثر مبيعا للسيارات الـ SUV كان من نصيب سيارة MG ZS. السيارة باعت 213 نسخة. MG ZS مزودة بمحرك 4 سلندر 1500 سي سي مرتبط بنقل حركة أوتوماتيك من 4 سرعات بقوة 123 حصان. تتسارع MG ZS من الثبات حتى سرعة 100 خلال 12.1 ثانية. تستهلك في المتوسط 5.8 لتر من الوقود لكل 100 كيلو. السيارة تقدم بسعر رسمي يبدأ من 255,000 جنيه، الفئة الثانية 270,000 جنيه، أما الفئة الثالثة والأعلى تجهيزا ب 288,000 جنيه. كده يكون انتهى الفيديو بتاعنا. بس فيديوهات قناة عربيتي ما انتهتش. لو لسه ما اشتركتش في القناة اشترك في القناة واعمل لايك للفيديو وشيره عشان يوصل لأكتر عدد ممكن.
Tatsächlich ähnelt das Fahrzeug auch einigen der Platzhirschen hierzulande. Diese sind aber im Gegensatz zum MG zumeist nicht